فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا الوليد بن شجاع قال حدثني بقية. طبعا الإسناد في صحة، لكن بقية مدلس للتسوية هو عن حديث بقية لست نقية فكن منها لا تقية. عن الأوزاعي عن الزهري قال: نعم وزير العلم الرأي الحسن، نعم وزير العلم الرأي الحسن. الإسناد صحيح لكن انقطاع بين بقية وبين شيخي. وقال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن عبد الله حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: كفى بالمرء علما أن يخشى الله، اللهم ارزقنا الخشية، قال: كفى بالمرء علما أن يخشى الله. أرناك يا دكتور أحسن الله عليك وسلم كاتب. وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه. وقال مسروق: المرء حقيق أن يكون له مجالس يخلو فيها فيذكر ذنوبه فيستغفر الله تعالى منها. نعم. وختم الباب بذلك. ففيه ما قاله الزهري: نعم وزير العلم الرأي الحسن، والرأي الحسن إن وافق الكتاب والسنة فهو حسن، والرأي الحسن هو من كان عن حكمة أن يضع الشيء في موضعه، والرأي الحسن لا يكون رأيا حسنا إلا من كان صاحبه على علم. فقال: نعم وزير العلم الرأي الحسن، وهذه تجدها في أصحاب الشورى الأفاضل الأماجد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأمير خير جعل له وزير خير صدق، إذا نسي ذكره، وإذا تذكر أعانه، وإذا أراد الله بأمير شر جعل له وزير شر، إذا نسي لم يذكره، وإذا ذكر لم يعنه. فهنا الرأي الحسن من المشورة، وقد قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر، مع أنه يأتيه الوحي. وقال: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، لمن شئت، ما قال الكل. فحقيقة الأمر هنا: نعم وزير العلم الرأي الحسن، لذلك أنت لا تستشير إلا مؤتمن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. ولذلك لما ذهب إلى الصحابي فقدم له الطعام والشراب فقال له: ائتنا نأتيك بخادم. فقال: اختر واحد من اثنين. قال: بل اختر لي أنت. أك يا جنة، كيف أخبارك؟ الحمد لله، جزاكم الله خير. عليكم السلام ورحمة الله أبو الوليد. اختر لي أنت يا رسول الله. قال: استشرتني والمستشار مؤتمن، خذ هذا فإني وجدته يصلي واستوصي به خيرا. فقالت له زوجته: لا خير تبلغه في وصية النبي إلا أن تعتقه. فأعتقه، سبحان الله، وما أخذه إلا ليخدمه، فأعتقه حتى ينفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أمين أمين. فنعم وزير العلم الرأي الحسن، وكما قلنا الرأي الحسن لا يكون إلا عن بصيرة، ولا يكون إلا عن صدق، نعم، ولا يكون إلا عن حكمة يضع صاحبه الشيء في موضعه. رضي الله عنك. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورفع الله قدرك أخي الكريم. وعن مسروق قال: كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه. كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وهو أن يخشى الله أن يعامل الله جل وعلا بالرقاب. وإذا خلوت يوم من الدار فلا خلوت رجل كل علي رقيب. وإذا خشي الله جل وعلا فإن خشيته لله جل وعلا الأصل فيها والأساس هو العلم بالله جل وعلا، لأنه لا يمكن أن يخشى الله حق الخشية إلا وقد تعلم الأسماء الحسنى والصفات العلى، علم بأن الله رقيب، علم بأن الله لطيف، علم بأن الله حكيم عليم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم رامي، كيف أنت وشباب الجزائر؟ حفظكم جميعا ربي وأحسن الله عليكم. فلن يصل ويبلغ المرء مدى الخشية إلا بحسن التعرف على الله جل في علاه، على أسماء الحسنى وصفات العلا، على ربوبية الله جل في علاه، بل وعلى إلهية الله جل في علاه. يكون المرء كلما كان أعلم بصفات الله وأسماء الحسنى وصفات العلا كان أخشى له وكان أعبد له. والمرء يخشى أن يفوت الواجبات، فإن فوات الواجبات تفوت الجنات، ويخشى أيضا أن يهجم على المحرمات، فإن بالهجوم على المحرمات يكون فيه الخزلان ويكون فيه النيران، فالمسألة عظيمة، ففيها غضب الرحمن سبحانه جل في علاه. لذلك قال كفى بالمرء علما أن يخشى الله، يعني علمه يقوده إلى خشية الله جل في علاه، فلا يظلم ولا يبغي ولا يطغى، وأيضا لا يتعدى، وإذا زل استغفر ورجع ورد وأسرع الفيئة ورجع إلى ربه جل في علاه. كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه أو يعجب بعلمه. شوف هنا كفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه لأمور كثيرة. أول شيء لأنه لو يعجب بعلمه يقف يتوقف، والمرء العالم الحق الذي لا يتوقف، ويعلم أنه كلما علم كان جاهلا. ولذلك قال الحافظ ابن حجر في الفتح، قال ولا يزال المرء عالما، ولا يزال المرء عالما ما ازداد في الطلب، ما اشتد في الطلب. رضي الله عنك يا رامي، بل الفرح لنا والسعادة لنا عندما نراكم ونلمس قربكم. رضي الله عنك ورضي الله عن شباب الجزائر بأسرهم. فأقول إخوتي الكرام، هنا الأمر صريح في هذا الباب، بأنه إذا عجب في بعلمه فإنه يتوقع عليكم السلام. تأخرت يا مصالح، رضي الله عنك. المرء إذا اغتر بعلمه عجب، وإذا عجب تكبر، وإذا تكبر ضاع وهلك. والمآخذ الثلاثة على النظر إلى علمه والعجب بعلمه، أولها أنه يتوقف عن الطلب، يرى أنه يشمخ بأنفه، ارتقى وشمخ بأنفه. وإذا شمخ بأنفي هلك. توقف عن العلم، ومن توقف عن العلم ضاع وليس بعالم. فالعالم هو الذي لا يتوقف عن العلم. نعم، يقول الحافظ حجر لا يزال العالم عالما ما جد في الطلب. وكان لفقيه في محلة نزل عليه محدث يعقد مجلس التحديث، فنظروا فوجدوه في مقدم الصف، فقالوا أنت تجلس؟ قال أنا أحوج الناس إلى هذا العلم. قال أنا أحوج الناس إلى هذا العلم، فلذلك استعظموه. وهذا هو النبل. ولذلك ابن عيينة يقول النبيل هو الذي لا يأنف أن يأخذ العلم ممن هو فوقه، ممن هو دونه، ومن هو قرين له. صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من هما لا يشبعان، طالب دنيا وطالب علم. فطالب العلم لا ينتهي، لا يتوقف. توقفه معناها موته، معناها نبضه قد توقف. فلذلك يقول وكفى المرء جهلا أن يعجب بعلمه. فالأولى أنه يتوقف، الأمر الثاني أنه يشمخ بأنفه، وينظر للناس بعلو، وينظر للأقران بأنهم لا يسوون شيئا، وينظر للعلماء بأنه فاقهم، فيؤتى من قبل قلبه ونظره فيتكبر. والكبر الذي يملأ القلوب يسقط صاحبه عند علام الغيوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني فيهما عذبته يعذبه ولا يبالي. عليكم السلام وبركاته. الكبر ردائي والعظمة إزاري. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وأعظم الكبر الكبر بالعلم، أن ترى الناس تحتك جهلة لا يفقهون. هذه مسألة عظيمة. والمتكبر لا يكون محلا للعلم بحال من الأحوال، المتكبر لا يكون محلا من للعلم بحال، ولا يكون واعي للعلم، لا يكون واعي للعلم إلا متواضعا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وقال أوحي إلي أن تواضعوا فلا يبغي أحد على أحد. فمن تواضع إليه هكذا رفع الله هكذا.
فلذلك قال وكفى بالمرء نعم وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه، لأنه كما قلت يصل للكبر، ومن وصل للكبر هلك. والثالثة أنه لم يعلم أنه على جهل، لأن من عجب بعلمه فهو الجاهل رضي الله عنك. أستاذ محمد رفع الله عنك كل ما أهمك حبيبي، لأنه لما يعجب بعلمه ما علم أنه جاهل، وبذلك يخسر كثيرا. وكلما كان المرء أعرف بنفسه وقدره كلما علا وازداد، لأنه يعلم النواقص التي هو فيها، فيريد أن يزيد ويزداد، ويريد أن يسد الثغرات. اليوم إن شاء الله نحن أعلم بالشافعي منهم، وسنتكلم عن مسائل مهمة، فالإخوة تكون على استعداد في هذا الباب. وخاتمة المعجب بعلمه أنه يدلي بعلمه للناس ليقال عالم، وهذا مصيبته سوداء عند ربي جل في علاه، لأنه ينزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من تصعر بهم النار ثلاثة: عالم يؤتى به فيذكره بنعائمه عليه، فيقول ماذا فعلت فيما أنعمت عليك به، فيقول تعلمت العلم فيك وعلمته فيك، يقول كذبت تعلمت ليقال عالم وعلمت ليقال عالم، وقد قيل أخذ حظه من الدنيا، فيزج في نار جهنم. لذلك قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وختم المصنف الباب بقول مسروق: المرء حقيقة أن يكون له مجالس يخلو فيها فيذكر ذنوبه فيستغفر الله تعالى. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. للمرء ثلاث ساعات كان في الزهد لأحمد، يعني ومنها ساعة يخلو فيها بربه، يبكي على ما قدم ويستغفر الله على ما زل فيه، ويدعو الله جل في علاه بالإنابة وبالتوبة والأوبة وحسن الفيئة، وأن يزيد في الطاعات، وأن أن 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 يتقرب بالصالحات. وهذه أفضل ما يمكن أن يقدمه المرء لنفسه عند ربه جل في علاه، عند الزلل التوبة وسرعة الفيئة، وعند الطاعة الحمد والشكر لرب البرية سبحانه جل في علاه، فإن الله يجعل له منزلة عليا عنده وأيضا عند البشرية. قال أن والمرء حقيقة أن يكون له مجالس يخلو فيها فيذكر ذنوبه فيستغفر الله تعالى منها. الفوائد المستنبطة: الله يشكر لهن ويجعل ذلك في ميزان حسناتهن، ويكون هذا إخلاصا لوجه الله الكريم، فما كان لله دام اتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل، جزاهن الله كل خير. عامة من انتصر انتصر لدينه، ومن انتصر انتصر لعقيدته. وأنا سأبين الآن شدة الشافعي على بعض المخالفين، بل على شيخ من شيوخه، إمام من أئمة الدنيا، وانظروا كيف الشافعي يشتد عليه من أجل خطأ، حفاظا على السنة حفاظا على الحق. سيأتي هذا، سيأتي من أجل تعليم الناس أن القوم أرادوا أن يجروهم جرا لأمور معينة فانجروا. وقد قال الله تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، وفيكم سماعون لهم. فقال حقيق، نعم حقيق، أن يكون له مجالس يخلو فيها فيذكر فيها ذنبه. الله أكبر، نعم إن الله يدافع عن الذين آمنوا. رد معك يا سان دوكان، صحيح قرأته صحيحا؟ تقول سماع هكذا يقولنا نحن ننصر شيخنا لأنهم من أهل الله. الله 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 يرضى عنهن يا رب، الله يرضى عنهن يا رب، الله يرضى عنهن يا رب. الفوائد المستنبطة:
من اغتر بعلمه فهو مخزول، من اغتر بعلمه فهو مخزول. رد معك أحسن، أحسن الله عليك، رفع الله مقامك. من اغتر بعلمه فهو مخزول. مصاحبة العلماء نعمة تحتاج إلى 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 الشكر. ساندوكان، طيب ممتاز، أنا قرأتها صحيح. مصاحبة العلماء نعمة تحتاج إلى شكر. من صدق الإيمان، من صدق الإيمان خلو الرجل بربه جل في علاه، من صدق الإيمان خلو الرجل بربه ساعة يراجع فيها نفسه وينظر كيف يرضي ربه. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذا فقون كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.